قناة ماريانا نحو فكر أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر يوم عرفة من أفضل أيام الدعاء في العام كله، وأفضل دعاء ليوم عرفة لو قلته غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل أن نبدأ أتمنى منكم جميعا أن تعطلوا تعليقاتكم في الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. فإليكم أحبتي أفضل دعاء في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا توقف الفيديو عندك، وانشره لأصدقائك، نفع الله بنا وبكم. وفي النهاية أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ولا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس، وادعمونا بلايك وتعليق مميز تحت الفيديو، وبكم نكبر. وإلى لقاء بفيديو آخر جديد، مع تحيات أختكم.